إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد ابتليت أمتنا الإسلامية في القرن الماضي بالاستعمار، وهو حقيقته استخراب واستكبار، الذي سطى على بلاد المسلمين وجثى على الأمة الإسلامية فأفسدها. فكانت دول الشام، الأردن وفلسطين، ومعها مصر، من نصيب الاستعمار البريطاني. الاستعمار البريطاني وهب من خلال وعد بلفور في عام 1917 الحق في احتلال دولة فلسطين ومعها المسجد الأقصى. ومن ذلك الوقت وهم يخططون لتنفيذ هذا الأمر، فأعلنوا قيام ما يسمى بدولة اليهود أو دولة إسرائيل في عام 1948. وربما كانوا يخططون أن هذا الأمر سينتهى منه في عقد أو عقدين أو ثلاثة، لكن مضى أكثر من قرن على بداية هذا المخطط، وما زال الفلسطينيون يقاتلون بصدورهم ويقاتلون بأبدانهم وأموالهم وأنفسهم منعاً من القضاء على هوية هذه الدولة وهوية المسجد الأقصى. وإن قضية فلسطين ومعها قضية المسجد الأقصى ليست قضية تصفية استعمار لدولة مسلمة فحسب، لا، المسلمون إذا احتل شبر من أراضيهم فيكونون جميعا معنيين بهذا الاحتلال، ولا يقال إنها قضية لدولة أخرى. لما تأخر تحرير بعض الدول كالجزائر مثلا، استشعر المغاربة جميعا أنهم معنيون بطرد الاستعمار الغاشم عن دولة الجزائر الشقيقة. وكل دولة مسلمة تحتل فيستشعر المسلمون جميعا من منطلق وأن هذه أمتكم أمة واحدة،
ومن منطلق إنما المؤمنون إخوة أنهم جميعا معنيون بطرد هذا المستعمر. لكن قضية فلسطين والقدس ليست قضية كهذه القضايا، وإنما لها خصوصية عظيمة. ومن هذا فلا ينبغي أن ينسى المسلمون قضية المسجد الأقصى. موضوع خطبتنا إذن حتى لا ننسى المسجد الأقصى. عباد الله، لقد صلى المسلمون في أول الإسلام كما يروي سيدنا البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كما في الصحيحين، صلوا 16 سنة، 16 سنة أو 17 سنة إلى بيت المقدس، ثم شرع الله لهم وأمرهم أن يستقبلوا المسجد الحرام. ولهذا يوصف المسجد الأقصى بأنه أولى القبلتين، فللمسلمين قبلتان، اتجاههم قبل المسجد الأقصى وهي قبلة منسوخة، واتجاههم قبل بيت الله الحرام قبل الكعبة وهي القبلة التي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فكان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى إلى القدس، ثم أمر الله نبيه بأن يستقبل المسجد الحرام. وكان جماعة من المسلمين يصلون قبل المسجد الأقصى، فأتى آت كما في الصحيحين وموطأ مالك وغيرها، فجاء جائع فقال: إن القبلة قد تغيرت قبل المسجد الحرام. فاستداروا وهم في صلاة، فصلوا صلاة شطرها قبل المسجد الأقصى وشطرها قبل مسجد الله الحرام في المسجد الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين، وليس له خصوصية ولا تشرع زيارته إلا على سبيل السياحة، لكن ليس له خصوصية أبدا ولا يتبرك به ولا أي شيء، فهو مسجد كسائر مساجد مكة. فالمسجد الأقصى له مكان في قلوب المؤمنين المسلمين جميعا، فهو قبلتهم الأولى. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وسماه مباركا، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال: باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فوصفه الله بأنه مبارك وأنه بارك ما حوله، فهو مسجد مبارك. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدل هذا على أن المسجد الأقصى لا يوصف بأنه مسجد حرام ولا بأنه حرام. ومن الخطأ التعبير بالحرم القدسي الشريف أو الحرم الإبراهيمي، كل هذا خطأ، فقد أجمع علماء الإسلام على أن الحرم ليس إلا حرمان، وهما الحرم المكي والحرم المدني. ف
فقد حرم الله صيد مكة والمدينة، وحرم قطع أشجارها ونباتها، وحرم القتال فيهما، لكن كل ذلك ليس بمحرم في المسجد الأقصى. فلا ينبغي أن يقال بأنه ثالث الحرمين، هذا خطأ. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما، في ليلة إلى المسجد الأقصى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء أمهم في المسجد الأقصى. كانت حانت صلاة، يقول: فحانت صلاة فأممتهم، كما رواه مسلم في حديث الإسراء الطويل من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. للمسجد الأقصى مكانة خاصة عند المسلمين، فهو أحد ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى. لا يجوز في الإسلام أن تهز حويجك وتمغلي شاب الرحال مسافر في مسجد بخصوصه إلا المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى بالقدس. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الأرض، أرض فلسطين، بأنها مقدسة، فقال سبحانه على لسان سيدنا موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكذلك فإن الصلاة في المسجد ستأتي هذه. والدجال قد عصم الله عز وجل منه بيت المقدس، فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيظهر على الأرض، أي الدجال في آخر الزمان، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، بل سيقتل الدجال على مقربة من القدس الشريف. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث نواس بن زمعان رضي الله عنه وأرضاه: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، ولد مكان قرب بيت المقدس. فهذه بعض من النصوص التي تدل على مكانة المسجد الأقصى في نفوس المسلمين وفي دينهم وفي عقيدتهم. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الوالدة والزوجة والولد، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن إخواننا الفلسطينيين المرابطين في بيت المقدس لا يستحقون منا المساندة والدعم والدعاء،
بكل وسيلة ممكنة لولا ثباتهم بعد الله لمحي المسجد الأقصى. تعلمون أن من أغلى الأراضي في العالم هي الأراضي في مدينة القدس، وإن اليهود الصهاينة ليعرضون على سكان القدس وفلسطين أموالا باهظة تجعل ممن يبيع بيته أمير ينتقل إلى أي دولة شاء، وقد عرض عليهم أن يجنسوا بأي جنسية شاءوا في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، وأن يعطوا الأموال الباهظة التي لا تعد ولا تحصى جزاء التخلي عن وطنهم وعن دولتهم وعن مدينتهم المقدسة، لكنهم يرفضون. وإني لا أحسب أن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم في غير المسجد الأقصى لو عرض عليهم فتاة من الدنيا قليل لباعوا القضية بيعا لا رجعة فيه ولا خيار فيه. إنهم يساومون بكل ثمن وبكل مقابل، لكنهم لا يتنازلون. يصبر الواحد منهم على الفقر وعلى شرف العيش، ولا يبيع داره أو منزله أو منزله أو أرضه، وقد تغتصب منه عروة بلا مقابل، لكنه يرفض أن يأخذ المقابل. لا أقول إنهم صالحين معصومين، فيهم تفريط وفيهم ما فيهم من ما في المسلمين من المعاصي والذنوب، لكنهم يمدحون ويباركون على هذه الخصلة وهي استمساكهم بإعمار بيت المقدس، بإعمار المسجد الأقصى والصلاة فيه، واعتصامهم ومرابطتهم فيه في كل مناسبة يحاول العدو الغاشم الصهيوني بدعم من الصليبيين انتهاك حرمة المسجد الأقصى لإفساده وهدمه لبناء ما يسمى بالهيكل الذي لا وجود له إلا في أذهان الصهاينة التي ملأتها الخرافة والخزعبلة بعدما حرفوا كتاب ربهم وحادوا عن منهج نبيهم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي سيتبرأ منهم يوم القيامة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب كما في المسند حين رآه ينظر إلى صحيفة من التوراة: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالله لو أن أخي موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فلو صدقوا في اتباع سيدنا موسى لاتبعوا البشارات في التوراة التي تبشرهم بمبعث سيدنا محمد وتأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم، لكنهم كذابون أفاكون، حرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء وعادوا شريعة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وإن نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قد تنبأ بما يحصل الآن في بيت المقدس، ومن هذه المساومة على أرض الفلسطينيين والمقدسيين وحرصهم وتشبتهم ببيوتاتهم وبمنازلهم وبأراضيهم، قد تنبأ بهذا وأخبر بهذا الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي والألباني رحم الله الجميع، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في مكة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 4 صلوات في المسجد الأقصى، بمعنى أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، أما كونها 500 صلاة فالحديث فيه ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. ثم قال بعدها: ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، من الدنيا جميعا. قال حسن: يوشك أن يكون للرجل موضع مثل شطن فرس، أي مثل حبل الفرس، حبل الفرس، مكان مثل، يعني موضع صغير جدا يقاس بالسنتيمترات أو بالمليمترات. قال: ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى بيت المقدس، يكون قريب من القدس، القدس هو المدينة، وبيت المقدس أو المسجد الأقصى هو المسجد، والمسجد الأقصى مش قد قبة الصخرة المذهبة، لا، هذه قبة الصخرة قد نتحدث عنها في جمعة أخرى، لكن المسجد الأقصى آخر، ولا ينبغي الخلط بينهما. وإن من مخططات أعداء الإسلام نشر صور قبة الصخرة وإيهام المسلمين بأنها المسجد الأقصى، حتى إذا هدموا المسجد الأقصى نقلت الإذاعات والقنوات قبة الصخرة فقالوا: ها هو المسجد الأقصى لم يهدم، والحقيقة أنه هدم عياذا بالله، نسأل الله أن لا يمكنهم من ذلك. قال: وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى بيت المقدس خيرا له من الدنيا وما فيها. فمن هنا هذا مما تنبأ به رسول الله، وهو من معالم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، حرص المسلمين على سكن المسجد الأقصى. وإن زيارة المسجد الأقصى اليوم، وإن تكلم فيها الناس ومنعوها بالعاطفة، فإنها ليست محرمة، وليس فيها تطبيعا، وليس فيها إقرار الاحتلال، فإن الذي يزور المسجون لا يقر بعدل سجنه، وكذلك المسجد الأقصى، فإن زيارته ولو عن طريق التأشيرة الصهيونية ليس فيه أبدا إقرار لاحتلال المحتلين وشرعية الصهاينة المجرمين. وإن الذين يمنعون ذلك ليس لهم ذلك إلا لا يركبون على ذلك، إلا لا يمتطون لذلك دليلا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال العلماء المتقدمين، إنما هي العاطفة الهوجاء التي لا تتأصل بالأدلة الشرعية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار مكة المكرمة وهو ممنوع منها، والمشركين يقيمون الشرك عليها، ولم يمتنع من زيارتها والعمرة فيها بدعوى أنها تحت سلطان كفار قريش في مكة. فاللهم لا تحرمنا جميعا من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين، ولا تحرمنا قبل ذلك كله من رؤيته
مطهرا من نجس الصهاينة المجرمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس للاستمرار في مخططه وفي سياسته القاضية بمنع سياسة الصهاينة التهويدية للقدس والرامية إلى القضاء على معالمها ولغتها وهويتها العربية الإسلامية. فاللهم وفقه لذلك وسدده يا رب العالمين، واجعل إعادة القدس على يديه مع إخوانه قادة الدول يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم القدوم عليك. اللهم وفق أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أقر اللهم عينه بولي عهده وبسنوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. اللهم فرج هم كل ذي هم، ونفس كرب كل ذي كرب، اقض دين كل مدين، اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.